السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم السبت موافق 14/9/2024، لقاء مع المؤرخ الأستاذ محمد بن عبد الرزاق القشعمي في منزله، وهذه المكتبة العامرة ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا الصراحة جيت الأستاذ علشان أتأكد من معلومة فقط واحدة، وهي عن والده الشيخ عبد الرزاق بن محمد القشعمي، إمام ومدرس الملوك وإمام الحرم المكي رقم 48، ولا لا يا أبو؟ تقريبا هو أم الحرم، يعني هو في صلاة الكسوف الظاهر ذكر الشيخ صالح بن حميد. نعم، الله يجزاك بالخير، بس أتأكد من هذه المعلومة الصراحة، في بيته العامر في الرياض. الله يجزاك بالخير ويوفقك.